خالة زعيمة، الكشك دحين صار حقش. تعرف الآن الأم أنها أصبحت قادرة على إدارة مشروعها الذي يتوسط وادي النخيل ويوفر لها حصاداً يجعل حاضر الأيام أفضل من ماضيها. لم تعد زعيمة تنتظر الحصول على قوت يومها، بل أصبحت تبيع للناس احتياجاتهم، ويوماً ما ستصبح قادرة على مساعدة غيرها وإلهامهم الأمل والإرادة.